أقام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل استقبال ومأدبة غداء في قصر لانكستر هاوس التاريخي في العاصمة البريطانية لندن بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، حيث رحب معالي السفير بالحضور في كلمة ألقاها خلال الحفل أشار فيها إلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من 200 عام، حيث تعززت العلاقات على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن البحرين حققت إنجازات عديدة هذا العام والتي تتضمن الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة بابا الفاتيكان إلى البحرين برفقة فضيلة شيخ الأزهر الشريف التي شكلت محطة استثنائية رسخها النهج الملكي والرؤى النبيلة لجلالة الملك المعظم أيده الله. كما أشار معاليه إلى النجاح الباهر للانتخابات النيابية والبلدية التي شهدت إقبالاً قياسياً بلغ 73%، مضيفاً أن مؤتمر حوار المنامة 18 شهد مشاركة عالية المستوى من المملكة المتحدة. وأكد معاليه أن مشاركة المملكة في المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة تؤكد على التزام مملكة البحرين بأعلى معايير حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيراً إلى إنجازات مملكة البحرين في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها إنجازاتها في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وإنشاء المؤسسات الرقابية المختصة بحقوق الإنسان. من جانبه أشار سعادة الوزير ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين البريطاني الحاكم في كلمته إلى عمق العلاقات التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشيدا بدور معالي السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة في تعزيز العلاقات العربية البريطانية.